أحلى تشيع، أنتوا أحلى عائلة في اليوتيوب. لا تنسونك لو تسوون اللايك. ثاني يوم العيد فين مسافرين يا أصلاً؟ بريطانيا. إيمان لا تنامي دحين، نامي في طيارة. متحمسة على بريطانيا إيمان؟ أيوة. فعلياً ما إحنا رايحين بريطانيا على طول، حنروح دولة أخرى حنقعد فيها 3 أيام، بعدين حنروح بريطانيا والأطفال ما يعرفوا، هذه مفاجأة لهم. خلينا نشوف متى راح يكتشفوا إنه إحنا ما إحنا رايحين على بريطانيا، رايحين محل ثاني في العالم. هذه الطيارة راح تودينا الرياض. أنس فين رايحين دحين؟ بريطانيا. ما حتنامي؟ إيمان فين أنا الحين؟ بريطانيا. لا إحنا الرياض. إيش بقى؟ هنأخذ طيارة ثانية لبريطانيا. لا لا خلاص ما حقول مرة ثانية، خلاص هنزل على يوتيوب خلاص. تخيلوا إيش صار؟ أول ما وصلنا الرياض أحد اتصل علي وقال رحلتك ترى اتكنسلت. حسبت ما قلب ولا شيء، لكن فعلا الرحلة اتكنسلت وإحنا مرة تعبنا. حجزوا لنا رحلة ثانية إلى لندن، يعني في النهاية إحنا رايحين لندن على طول من الرياض، وبعدين من لندن حروح هذيك الدولة. الأطفال لسه ما يدروا. مرة تعبنا. ركبنا طيارة من الرياض إلى لندن. حتنامي ها؟ لازم تنامي، الساعة 1 الصباح دحين. إذا إحنا كنا هنا كان نمنا تمام، لكن كنا في السياحية ما نمت كثير ها؟ استنى يا هو استنى. بالتو كنا حنطلع من المطار، بعدين قلنا لازم ناخذ رحلة ثانية معلش. هم قالوا لازم ناخذ رحلة ثانية. هقول لك ليش، هقول لك ليش. سوري. Can I see? Yes. We're going to Disneyland, maybe? I guess. I don't know. Do you think we're going to Disneyland? Huh? Disneyland didn't want us to go. Iman was upset because we didn't get on the plane, and the trip was very long and busy. So that's it. But see, Allah, inshallah, after a period, it's just a little bit. Normal? Or not normal? Normal or not normal? عادي ولا مو عادي؟ مو غريب انكم تيجوا بريطانيا بعدين تتركوها على طول؟ ما تروحوا. We're going to see Mickey Mouse at Disneyland. رايحين نشوف ميكي. حنقعد في افضل فندق بديزني لاند. عندنا تذاكر سريعه، نركب بدون ما نوقف طابور. نركب العاب. ما هي مصدقه. إيمان قالت هي تبغى تجرب. الحقيقة نحاول نتكلم فرنسي، يقول بونجور. وات؟ خلاص وصلنا باريس، لكن ايش صار إيمان؟ في شنطة ضاعت. واحدة من الشنط المهمة، أهم شنطة يمكن، كلها ملابس اللي كانوا حيلبسوها في ديزني. ضاعت ما وصلت. الفندق الرئيسي في منتزه ديزني لاند. هذه غرفتنا. هذه غرفتكم، واحنا غرفتنا هنا اكبر من غرفتكم. عندنا ساره. يوسف مره مرهق من الرحله. ايش هذا ايمان؟ شوكولاته. شوكولاته؟ شوف. هي 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 حقتنا هذه. هذه غرفتنا روح. You had some bars. يوسف يلا احنا في ديزني. اصحى يا هو. اصحى احنا في ديزني. قوم. ما يبغى يصحى يا هو اصحى. اللي صحاه في النهاية الشوكولاتة. Why be slow? Let's just go. يلا أنا بتأخرهم البس بسرعة. Why be slow? Let's just go. Beauty and the بابا خافت على طول. الساعة 8 في الليل لكن لسه الشمس طالعة، مو زي السعودية صح؟ مين هذا؟ الا يدخلوا هذا المتاهة، الاطفال مرة يحبوها. زحمة. الساعة 9:30 لكن خلاص راجعين الفندق عشان مرة تعبانين صح من سفر؟ ان شاء الله بكرة راح نرجع، في عروض نارية الساعة 11 في الليل، لكن ما حنلحقها اليوم من التعب. أهم شيء كيف كانت المفاجأة إننا جبناكم إلى ديزني لاند ما وديناكم لندن؟ حلوة، أنت كنت زعلانة من أول بس هذا من السفر ها؟ عشان تعبتي. مرة حلوة.
مربح العيد ما شاء الله. لسه عملتم لابسين ملابس العيد؟ ورونا الهدايا؟ ما شاء الله هذه.